السلام عليكم وأهلا بكم معانا النهاردة مراجعة شهر نوفمبر كونكت 5 الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2024. المراجعة من كتاب قطر الندى. زي ما احنا عارفين إن شهر نوفمبر الامتحان بيبقى في حصة واحدة أو فترة واحدة، والامتحان بيبقى مصغر، وهنا هناخد 4 نماذج مصغرين للامتحان. السؤال الأول: listen and write T true or F false. استمع واكتب T لو جملة صح or F لو جملة خطأ. يفضل في نص الاستماع قبل ما المستر يجي يقول لي نص الاستماع وابدأ أحل معاه واكتب true لو صح false لو خطأ، أقرأ الجمل بسرعة. ليه؟ عشان لو جه المستر وقال لي نص الاستماع وملحقتش أفهم اللي بيقوله خلاص كده السؤال راح، لكن لو قريت الأول الجمل وحاولت أترجمها فلما يجي المستر يقول لي نص الاستماع بكون فاهم شوية. طب تعالى نقرا كده الاول. We had a wedding party last Sunday. يعني احنا كان عندنا حفل زفاف الحد اللي فات. The party was in the country. الحفلة كانت في الريف. My mother wore a spotted dress with a belt. امي ارتدت فستان منقط بحزام. My father wore a white جلابية. ابي ارتدى جلابية لونها ابيض. نبدأ بقى نسمع نص الاستماع ونحل. Last Friday we had a wedding party in our town. I made a suit to wear. My mother wore a spotted dress with a belt. There were also two books. My father wore a white galabeya with long sleeves. It's made from cotton and it has a simple beautiful pattern on it. تعال كده نرجع. كان عندنا حفل زفاف الحد اللي فات، لا قال لي last Friday في نص الاستماع الجمعه اللي فاتت، يبقى اول واحده false. The party was in the country. الحفله كانت في الريف، قال لي لا كانت في in our town في مدينتنا، يبقى تاني واحده false. Number 3. امي لبست فستان منقط طبقا لنص الاستماع. ابي لبس جلابيه بيضاء ده بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني: read and match A with B. اقرا وصل العمود A بالعمود B. He couldn't believe his eyes. يعني هو مش قادر او هو ما قدرش يصدق عينيه. حاجه حصلت فما قدرش يصدق اللي حصل. دينا is wearing. دينا بترتدي a spotted dress with a belt. فستان منقط بحزام. The Nile River. نهر النيل. spreads يعني بيتفرع out into two branches لفرعين. When I arrive home I drink tea. لما بروح البيت بشرب شاي. السؤال الثالث والأخير في النموذج الأول: banquet with the following. يعني إعادة تقييم الآتي: Why does Arthur need a sweater? هنا ال W كده كده معمولة كابيتال خلاص. كابيتال يعني بتبقى قد ال H. Why does Arthur لازم ال A تبقى كابيتال عشان ده اسم شخص. Need a sweater. ده سؤال، يبقى في نهاية السؤال question mark علامة استفهام، يبقى A وعلامة الاستفهام. النموذج الثاني. السؤال الأول: listen and write T true or F false. استمع واكتب T لو جملة صح or F لو جملة خطأ. زي ما قلنا هنقرأ الأول الجمل عشان نفهم الفكرة. The Fayum Depression is a mountain. منخفض الفيوم هو جبل. The Fayum Depression is a very special place. هو مكان مميز جدا. There are waterfalls. في شلالات in the Fayum Depression في منخفض الفيوم. There are also fossils of whales. في حفريات لحيتان. نسمع ونحل. The Fayum Depression is a very special place. It's an oasis with the biggest waterfalls in Egypt. It has the huge Wadi Rayan Park. Which is home for many birds and animals. There are also fossils of whales. Fayum has lakes and amazing sights all in one place. يبقى كده نراجع اللي احنا حليناه. منخفض الفيوم هو جبل؟ لا طبعا. وقال لي منخفض الفيوم هو واحة فيها أكبر شلالات، فدي فولس عشان قال لي جبل، ودي ترو عشان قال لي ووتر فولز شلالات. في الكثير من الشلالات فين؟
في منخفض الفيوم. كده قال لي منخفض الفيوم مكان مميز ترو، في حفريات للحيتان طبعا ترو. يبقى انا بسمع وحل، وخلي بالك مش شرط يكون السؤال الاول اجابته في اول سطر في نص الاستماع، فممكن يكون اول نص استماع بيحل لي السؤال التاني السؤال التالت، فيفضل اقرا الاول الجمل وافهم ايه معناها. السؤال التاني في النموذج التاني ايه ده ماتش، اقرا وصل ايه ويز بي. ريتسي لايز اون، يقع البحر الاحمر اون ايجيبت ايست كوست، على الساحل الشرقي لمصر. إليفنتاين ايلاند ازاي ذا اولدست بارت اوف اسوان، هو اقدم جزء او هي اقدم جزء في اسوان. هي وينت تو ذا شوب، هو راح للمحل تو باي سام بريد، لكي يشتري بعض الخبز. فلو ذا واي ووتر موفز، خدنا خلاص تو باي سام بريد، فلو ذا واي ووتر موفز، يتدفق دي الطريق او المكان المية تتحرك منها. السؤال التالت بانكتويت على ما التلقين، هي كودنت بليف هيز ايز، هنا الاتش كابيتال خلاص، كودنت في ابوستروفي هنا كان اصلها كود نوت فاختصرها بكودنت، يبقى لازم احط الابوستروفي. هو مش مصدق عينيه، يبقى فول ستوب. جمله ليه يا مستر؟ عشان بدأ بضمير، هي باسم او ضمير تبقى جمله عاديه. ده بالنسبه للنموذج التاني. النموذج التالت listen and write T true or F false، استمع واكتب T لو جملة صح or F لو جملة خطأ. هنا بيقول لي هنقرأ الأول طبعا green house gases، غازات الصعوبة الزجاجية are gases، هي غازات like carbon dioxide زي ثاني أكسيد الكربون، water vapor بخار الماء and methane وغاز الميثان. we have a lot of rain because of climate change، يعني عندنا الكثير من المطر بسبب التغير المناخي. animals may lose their food، من المحتمل ان تفقد الحيوانات طعامها. the climate becomes too cold، اصبح المناخ بارد جدا. نسمع ونحل. greenhouse gases are gases like carbon dioxide water vapor and methane. So what are the results of the climate change? Animals may lose their food. Animals may lose their food. Because plants die, sea level rises, so people can lose their homes. The climate becomes too hot. We don't have enough rain and our crops can't grow. يبقى راجع بيقول لي غازات الصعوبة الزجاجية زي ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وغاز الميثان ترو طبعا تبقى لنص استماع. عندنا الكثير من المطر بسبب التغير المناخي طبعا فرص، ما عندناش مطر والمحاصيل هتقل وهتموت. الحيوانات من محتمل أن تفقد طعامها طبعا ترو. المناخ بيبقى تو كولد، لا هو قال لي تو هوت، بيبقى حار جدا وليس بارد جدا. السؤال الثاني اقرأ وصل. thank you for، شكرا for helping me، لمساعدتي. carbon dioxide and methane، غاز ثاني اكسيد الكربون والميثان are greenhouse gases، غازات الصعوبة الزجاجية. ecotourists، السياح البيئيون like to travel by planes، بيحبوا يسافروا بالطائرات. you should take part in the community، تيك بارتين يعني يشارك فيه، ينبغي أن تشارك في المجتمع. السؤال التالت بنك تويت I am from Canada، طبعا هنا I am تمام، الاي كابيتال مكتوبة والابوستروفي موجودة، from Canada دي اسم دولة يبقى لازم السي تبقى كابيتال، في النهاية فول ستوب. ليه فول ستوب؟ عشان دي جملة، عشان دي جملة، فالجملة بحط في النهاية فول ستوب. ده بالنسبة للنموذج التالت. النموذج الرابع، لاحظ ان الاربع نماذج احتوى على ثلاث انواع من الاسئله فقط، استماع ووصل وعلامات تلقيم. في بعض التوجيهات قالت ان الامتحان فعلا هيكون من الثلاث انواع بس من الاسئله. طب عايزين نتدرب على اسئله ثانيه، هتلاقوا مراجعات ثانيه موجوده في صندوق الوصف لشهر نوفمبر فيها باقي الاسئله. هتلاقوا حل كتاب المعاصر اللي هو الانتر اكتف الكتاب الاضافي، هتلاقوا كمان اهم الاسئله موجوده. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ونكمل مع بعض النموذج الرابع. نسمع ونحل.
ونقرا الاول افضل طبعا. Elephantine Island is the most fantastic place in Luxor. Elephantine Island is a noisy place. There are no forests on the island. The sunsets are fantastic, particularly from Afluka. نسمع ونحل. Elephantine Island is the most fantastic place in Aswan. It's a beautiful and calm place. There is no traffic, so it's very quiet and the air is clean. There are no forests. There are no forests. But there are lots of trees, so it's quite green. The sunsets are fantastic, particularly from Afluka. نراجع بقى إجاباتنا. جزيرة الفنتاين هي أفضل مكان في الأقصر أو ألف أسوان. قال لي هي مكان مزدحم؟ لا، هي مكان هادئ، مفيش غابات على الجزيرة. طبعا ترو. المناظر غروب الشمس رائعة. طبعا ترو. يبقى فولس. فولس ترو ترو. السؤال التاني ريد اند ماتش، اقرأ وسل. كانال إيز، كانال إيز ووتر واي ميد باي هيومنز، ممر مائي عن طريق البشر. What do you usually wear؟ ماذا ينبغي أن ترتدي؟ Animals الحيوانات may lose احتمال يفقدوا their food طعمهم because plants die لأن النباتات تموت. دليدة used a pen استخدمت قلم to write her essay عشان تكتب مقالها. بيجيب لي جملة زيادة عشان يلخبطني. السؤال التالت علامات ترقيم. We have many nice projects in Egypt. هنا W capital خلاص. عندنا الكثير من المشروعات الجميلة في مصر. هنا Egypt الـ E capital. أسماء الدول capital. أسماء الدول إيه capital. في النهاية full stop. في النهاية إيه full stop. كده يبقى خلصنا أربع نماذج مصغرة من كتاب قطر الندى على منهج شهر نوفمبر كونكت 5. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوا كل جديد. ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.